اهلا بيكم في حلقه جديده من تيك نيوز. الفيديو ده هيكون عباره عن تغطيه لاهم احداث مؤتمر WWDC 2017 الخاص بشركه ابل، واللي بتعلن فيه عن احدث منتجاتها في كل المجالات اللي بتصنع فيها. تعالوا نشوف. اعلنت شركة ابل عن اخر نسخة من الاي او اس 11، واللي بنشوف فيه تحسينات كتيرة. فدلوقتي بقيت تقدر تبعت فلوس لواحد صاحبك عن طريق الرسائل، والخاصية دي اسمها ابل باي، وبرده تحسينات على الذكاء الاصطناعي بتاع سيري عشان يكون طبيعي ومفيد اكتر من الاول. وبنلاقي في الاي او اس 11 دعم لل HEVC فيديو انكودينج، وده معناه ان فيديوهات ال 4K هتاخد عليه مساحة اقل، وده في رأيي الشخصي ممتاز للناس اللي عندهم نسخ من ايفون 32 جيجا. وبرضو بنلاقي دعم لل HEIF Image Format، واللي هيضاعف جودة الصورة وفي نفس الوقت بنص الحجم. وبالنسبة للكنترول سنتر فتحسنت وبقت اكبر وافضل من الاول، وبنشوف خاصية جديدة في المابس باسم اندورز، واللي هتسمح لك مثلا تدخل وتشوف خريطة لمطار معين بالتفصيل. واخر حاجة هقولها في الفيديو عن الاي او اس 11 هي خاصية Don't Disturb، واللي هتمنع ان يجيلك اي تنبيهات وانت سايق عشان ما تفصلش تركيزك، واي حد هيكلمك هيتبعت له انك حاليا سايق. اعلنت ابل برضو عن موديلات جديده من الايباد برو باحجام مختلفه، 10.5 و12.9 بوصه، وهتيجي بشاشه الريفرش ريت بتاعها 120 هرتز عشان تحسسك بنعومه في الانيميشنز اكتر. والجميل بقى بالنسبه لموضوع الريفرش ريت انه هيتغير على حسب الحاجه اللي انت بتشوفها، يعني لو فتح صوره هينزل ل 24 او 48 هرتز عشان يحافظ على البطاريه قدر الامكان، واللي قبل بتقول انها هتقدر تشتغل معاك لغايه 10 ساعات. ومن ناحيه الاداء فبنلاقي انه بيجي ب A10X شيبسيت بدل A9X شيبسيت، واللي هتزود الاداء بنسبه 30%. اما الكاميرا الخلفيه فهتكون 12 ميجا بكسل والاماميه 7 ميجا بكسل، وسعر الموديل ال 10.5 بوصه هيكون 650 دولار، اما ال 12.9 بوصه فهيكون ب 800 دولار. دلوقتي هتكلم عن اهم اعلان كان في المؤتمر من وجهه نظري، وهو الاعلان عن الاي ماك برو الجديد، واللي هيكون اقوى اي ماك برو اتعمل لغايه دلوقتي. الشاشه بتاعته هتكون 27 بوصه، وطبعا الشاشه دي هيكون فيها اكيد هاردوير جبار، وعشان يحطوا الهاردوير ده كله في مساحه ضيقه ومن غير مشاكل كان لازم يعملوا تصميم جديد لنظام التبريد، واللي اسمه ديوال سنترفيوجال ديزاين، والتصميم ده هيسمح بإير فلو اكتر ب 8 اضعاف. وبالنسبه للهاردوير فانت تقدر تختار بين 3 انواع بروسيسور، اما زيون ب 8 كور او 10 كور او 18 كور، وكارت الشاشه هيكون فيجا، وما قالوش عنه اي تفاصيل غير ان الفي رام هتبقى لغايه 16 جيجا، واللي هيكون فيه 22 تيرا فلوبس من الهاف بريسيشن برفورمانس، وهيكون فيه 4 مداخل ثاندر بولت 3 ومساحه تخزين لغايه 4 تيرا، وسعره هيبدا من 5000 دولار وهيتشحن من اول شهر ديسمبر السنه دي. برضو ابل اعلنت في المؤتمر عن جهاز هوم سبيكر جديد اسمه هوم بود، واللي هينافس امازون اليكسا وجوجل هوم. طبعا المساعد الشخصي اللي فيه هي سيري. الهوم سبيكر هيجي ببروسيسور ابل A8، واللي هيكون فيه اري من 7 سماعات واري تاني من 6 ميكروفونات، وهيكون فيه خاصيه الايكو كانسليشن، وهيكون متوافق مع الابل ميوزك، بتقدر تساله براحتك عن اي حاجه عن الاغاني زي مين بيلعب الجيتار في الاغنيه دي، او ايه احسن اغنيه في شهر 6 في 2016 مثلا، وهيكون بسعر 350 دولار، وهيبدا شحنه في ديسمبر السنه دي. بعد اكتر من سنتين ما بنشوفش اي تحديث لخط الانتاج بتاع الاي ماك، النهارده اخيرا ابل بتجدد خط الانتاج بتاع الاي ماك، وبنشوف اتنين جداد، واحد بشاشه 21.5 بوصه، واحد بشاشه 27 بوصه، والشاشات الجديده متحسنه بنسبه 43%. الاي ماك 21.5 هيدعم رامات لغايه 32 جيجا، وال 27 بوصه هيدعم لغايه 64 جيجا، والاثنين هيكون فيهم مدخلين ثاندر بولت 3، والخط الجديد كله هيجي بمعالجات انتل كيبي ليك. سعر الاي ماك 21.5 هيبدا من 1100 دولار، وسعر ال 27 بوصه هيبدا من 1300 دولار. الخبر ده هيكون عن ملخص تحديثات السوفت وير بتاعت ابل. مبدئيا اي حد عنده ابل تي في هيجيله السنه دي تحديث جديد يدعم تطبيق امازون برايم فيديو. اللي منكم ما يعرفش خدمة امازون برايم فيديو، فهي زي بتعرض لك افلام ومسلسلات، احيانا منها اللي بيكون حصري وخاص بامازون برايم بس، وفي منها اللي بيكون معروف. النقطة اللي بعد كده هي الجيل الرابع من واتش او اس، وده الخاص بساعات ابل الذكية، بيخلي الساعة في الطبيعة بتعرض لك أهم الإشعارات قدامك مباشرة، زي مثلا حالتك الرياضية أو حالة المرور في الطريق جنبك، وتقدر تدخل على سيري مباشرة من أيقونة صغيرة على الشمال فوق. السوفت وير تم تصميمه بحيث إنه دايما يكون متناسق مع الأيفون بتاعك، ويعرف الروتين اليومي ليك عشان ينظمه لك. من ناحية الماك بقى بنشوف النظام الجديد باسم ماك او اس هاي سييرا، وده جه معاه شوية تحديثات. مثلا دلوقتي من خلال تطبيق سفاري تقدر انك توقف موضوع الفيديوهات اللي بتشتغل لوحدها لما تيجي تفتح موقع معين عشان تركز على اللي انت عايز تقراه والازعاج يقل،
في برضو ميزة جديدة وهي منع أي موقع إنه يتعقب المكان بتاعك، طريقة لتحسين الخصوصية بتاعتك، ده غير ميزة الميتال 4 VR، ودي خطوة ممتازة من قبل عشان تدخل في عالم الواقع الافتراضي، وده هيسمح لك إنك توصل كارت شاشة خارجي على الماك بتاعك عن طريق كابل ساندر بولت، وكمان إنك توصل أي نظارة واقع افتراضي، وده تم عن طريق تعاون بين شركة أبل وشركة فالف. ودلوقتي هنشوف الستيم VR على ماك، والأحسن من كل ده هو استخدام الجرافيكس بتاعت Unreal Engine في التطوير. التحديث بتاع ماك او اس ده هينزل في خريف 2017. انا عارف ان الفيديو ده يعتبر طويل شوية معلش، بس هو فعلا المؤتمر كان طويل جدا، وانا حتى ما عملتش تغطية كاملة قوي ليه. في الديسكريبشن تحت الفيديو هسيب لكم فيديو حلو من قناة The Verge عشان اللي عايز يشوف ملخص المؤتمر كله في 19 دقيقة. شكرا على المشاهدة، ولو استفدت من الفيديو اتأكد من انك تشيره مع اكبر عدد من صحابك، وما تنساش تسيب لنا اللايك وتقول لنا على رأيك في الكومنتات. برضو ما تنساش تشترك في القناة وتتابعنا على السوشيال ميديا عشان توصلك الفيديوهات دايما أول بأول. أشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة. سلام.